الفرد ينطلق من الدين في رؤيته للحياة ورؤيته للأحداث، وأحيانا ينطلق من ذاته ويحاول أن يؤول النصوص الدينية وفق ما تمليه عليه تصوراته الناقصة والقاصرة. هذا المنحى الثاني بشكل عام، الانطلاق من الذات، منحى خطير، والمفروض بالمؤمن أن ينطلق من الدين في رؤيته للكون والحياة. أما إذا انطلق من ذاته فربما يؤول جميع النصوص الدينية وفق تصوراته. نحن باعتبارنا مؤمنين ينبغي علينا أن نلاحظ ماذا قال الله وماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وماذا قال أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ونطوع أفكارنا لما قالوه، لا أنه نتخذ تصورات معينة مسبقة ثم بعد ذلك نحاول تطويع النصوص الدينية لهذه التصورات الظنية والاستحسانية.